السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون عندك معلومات مهمة جدا، فانت واخد منها كوبي على هارد خارجي او على درايف جوجل او اي درايف خارجي كلاود، بس انت بتعمل تحديث على الحاجة اللي عندك. الحاجة التانية هتعملها تحديث مانوال كل شوية، تاخد دي كوبي تحطها هنا، فالموضوع بيبقى فيه لخبطة. ممكن تعمل ابديت على الحاجة الباك اب وتنسى تعملها في الملفات الاصلية. فالحل في البرنامج الصغير دوت ان انا بديله هنا الفولدر الاولاني وهنا الفولدر التاني، وبقول له اعمل كومبير، فهو بيبدا يقارن بينهم وبيبدا يشوف فين التعديلات اللي هنا مش موجوده هنا. تمام، دي ممكن تبقى ملفات شغل، ملفات شخصيه، صور خاصه. وبعد كده بيبدا يقول لي ان مثلا في هنا تحديث موجود، الملف ده التاريخ بتاعه غير التاريخ دوت، وكل اللي انا بعمله بقول له سينك، فبيروح منقل الملفات من هنا لهنا. او ممكن اعمل انا سيلكت على الملفات دي، اعرف ان دي احدث حاجه، واقول له ان الهالي في الملف الجديد. فده بيفيدني ان انا مش كل شويه بشغل دماغي ان انا اعمل ابديت مانوال، لا كل مثلا اسبوع او شهر اروح واخد الملفات واقول له سنكرونايزيشن، فبيبدا هو يعمل من ناحيتين. بيبدا ينقل الملفات اللي موجوده هنا لهنا ومن هنا لهنا، ده على الدي وده على الاو.